سعد الذين تجنبوا سبل الردى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه سلسلة مباركة نافعة بإذن الله تعالى، مهمة لكل مسلم في بيان منازل السير إلى الله تبارك وتعالى وكيفية الفرار من عقابه إلى ثوابه، وبيان كيفية الوصول إلى مرضاته ونيل ما عنده سبحانه وتعالى من الثواب والجزاء والفوز بدار السعادة دار السلام. فهي سلسلة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى، ينبغي على المؤمن أن يحرص على تعلم ما جاء فيها من منازل السير إلى الله تبارك وتعالى ومن درجات ومراتب الفرار إليه جل وعلا، وأن يبذل قصارى جهده في العمل بذلك والترقي في هذه المنازل منزلة منزلة، ليكون من السعداء الفائزين المفلحين في دنياه وأخراه في عاجل أمره وآجله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.